ميني ستوديو. Les pirates de l'île, l'île aux bonbons. تعرفوها المسرحية لميني ستوديو؟ شي مرة بتجوا بتحضروها، بس أنا اليوم بدي بلش حلقتي بأحلى هدية عندي بالعالم وهي الكتاب. لما حدا بيسألني شو بدك هدية؟ بقول لهم أنا بدي كتاب. هالكتاب اللي اسمه لي بيرات هو لانكرويابل انسيكلوبيدي لاروس لي بيرات. بقلبه منلاقي مفاجآت كتيرة، في هون رسالة بقلبها، في عنا مكتوب من الملك سا ماجستي روي دو فرانس لوي 14 par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre et tous ceux qui verront cette lettre salut. فإذا فينا نلعب ونكون كراسينا مزبوطين بواسطة هالكتاب ونتعلم اشياء كتيرة. شوفوا شو حلو هالكتاب، بقلبه بتكتشفوا اشياء مهمة صارت مزبوط. شو كانوا يعملوا الكراسينا؟ شو كانوا يستعملوا تيعيشوا؟ كانوا شريرين كتير. هيدي الباخرة تبعيتهم والمعارك اللي كانوا يعملوها، وأكيد شو كانوا يلاقوا؟ كنوز مع ذهب يسرقوهم. وكانوا مشهورين إنه دايما يكونوا عند معهم بيروكي أو بارت. هالكتاب حلو كتير، بخلينا نكتشف أشياء كتيرة عن الكراسنة، وبعرف انه الصبيان اكثر شيء بحبوا القراصنه. هيدا كتابنا لليوم، بس هلا حلقتنا بدها تبلش. وشو رايكم نغني كلنا سوا؟ يلا غنوا معنا بكاراوكي. And we said, yeah, 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 yeah.
مسيو بسام باخر الشارع الطابق الاول. ايه عرفته. هيدي لجوزة لمدام ساندرا. اوكي. وردو كنت عم فكر بدي اعمل كم هدية للبنات، شو رأيك؟ لشو؟ للبنات البرنساس يعني؟ للبرنساس. لشو؟ لأنه دايماً بخيطوا عندي، فكرت أعمل لهم جست جديد. مش صغير. صغير هيك مهضوم. كم شغلة. وعم فكر شو ممكن جيب لهم؟ مثلاً لكلوي شو ممكن جيب لها؟ ما بعرف شوفوني، ما تفوتيني بهالمتاهات، شو عرفني أنا ما بعرف. بدك إياه جيبي. كلب؟ ما في كلب يا شوفوني. لا ما في كلب ردو، انا ناسي بتخاف من الكلاب. لا 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 مش رح جيب لها كلب وما في كلب هون. عم فكر جيب لها شي تورتي. تورتي؟ ايه؟ تكون شي حلو مهضوم مرتب. لايقة ما فهمت شو يعني تورتي. صراحة لا ردو. ايه تورتي يعني تيرتل بالانجليزي يعني سلحفة. ما قولي من الاول تقطر الطرطي، قولي لي سلحفه من الاول يا شوفوني ما ضو ما يعرف من الكلام. طيب و ارنيلا. ارنيلا بلاها. ارنيلا بلاها. مش معقول شيء لحدا ما جيب لها للثاني. مش معقول. امزح يا شوفوني على اللحن انا اخذتها. ارنيلا بلاها. ارنيلا بتحب كثير الاشياء الطيبه، بتجيب لها شي لوحين ثلاثة شوكولا. ايه وجيبي خمسة، واحد منه لإلي حسب حسابي. واحد لإلك. نعم. طيب مين بعد فيه؟ هوديك كنت جايبت لهم من قبل. صح. جيسيكا. 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 جيسيكا تركيني أنا 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 بختار لها هديتها لجيسيكا. لحظة. ايه وشو بدنا نجيب لها لجيسيكا؟ قل لي. لحظة أنا بقول لك. بس لحظة. اوكي هولي كيس حاضرين هلا بتوصلهم. ليك 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 شو مهضومة جيسيكا ليك. جيسيكا يا شوفوني جيبي لها ولا شي. جيب لها ولا شي ولا معقول ما جيب لها شي هدول لجيسيكا؟ ايه بقول لك لا 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 لحظة لحظة يا حبيبتي. ليه؟ كل شي قليل عليا لجيسيكا. شو ما تجيبي لها قليل عليا؟ طيب بس انه شي جاست. جاست لحظة. ايه شو عم بصير عندهم؟ زيح شوفوني طب زيح تشوف. زيح كتفة إلي زيح كتفة. زيح هاد الحينة. الحينة شوفوني يلا 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 الحينة. أنا وقت أكبر بدي أصير معلمة، بعد الظهر بدي أغني مع كتيبي من استديو، بدي أعيش ببيت معمول من البونبو والشوكولا ما بيخلصوا أبداً، بدي أجمع مصاري لأشتري بيت لكلب سنوي كمان وسيارة حقيقية للعبته. لكل طموحاتهم نحن حاضرين، اسألوا عن خدمات المخصصة لأولادكم بالبلاف. إليسا وتريزيا إجوا لعنا اليوم تيلعبوا ويربحوا مع بنك ليبانو فرانسيس، بس قبل ما يبلشوا يلعبوا خلينا كلنا سوا نتعرف على أول مشتركة معنا لليوم اللي هي إليسا. إليسا حسواني عمرها 9 سنين، أكتر شي بتحب الرقص والبالي جاز، ما بتحب أبداً تلعب فوتبول لأنه لعبة للصبيان. ستارت جيم. إليسا معك دقيقة وبك تجرب تجمع أكبر عدد نقط ممكن. 5000. 15000. 10000. فيك تكبسي عليهم ليرجعوا لمحلهم. اوكي. 110000. 10 بعد ناقصك 100. 45000. 5000. إليسا وانت قدرت تجمع 515 نقطة، إداولكم رح تقدر تجمع تاني مشتركة معنا اليوم، خلينا كلنا سوا نتعرف على تيريزيا. تيريزيا موسى عمرها 9 سنين، أكتر شي بتحب تعمل شوبينج مع أمها، وما بتحب أبداً بس تتخانق مع أصحابها البنات. ستارت جيم. يلا 5000. 100000.
30,000. إذا غلبتي فيكي تكبسي عليهم بيرجعوا لمحلهم. شو بعد ناقصك؟ 10. 15,000. واحدة وأربعين ألف. خمسة وسبعين ألف. بعد معك 8 ثوان. خلص وقتك تيريزيا، وانت قدرت تجمع 1355 نقطة، يعني انت اللي ربحتي، مبروك. بس كمان اليسا ما رح تفلي خسرانة ورح تربحي هدية صغيرة من بنك ليبانو فرانسيس. هلا خلينا كلنا سوا نشوف شو هدية تيريزيا. هديتكم من بنك ليبانو فرانسيس هي بطاقة يوث تتفتحوا حساب باسمكم، وكمان 100 دولار. مبروك. وتأكبر بدي يصير حكيم، بدي يكون عند الطيارة لأبرم العالم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. أغنالا شو بكي هيك رايحة جاية بالأوضة؟ شو في؟ شو عم بيصير؟ اليوم إجوا شوفوني ورادوم، قال بدهم يسألوا عنك لأنه شافوك حاملة كتير أكسسوار وبدهم يشوفوا شو جايبة أشياء جديدة. مزبوط، جبت معي كتير أكسسوار اليوم. وأنا شو طلع لي؟ أكيد طلع لك شيء، دايما بفكر فيك كل ما رحت لمطرح بجيب لك شيء معي. عن جد شو هو؟ إيه ما رح أقول لك، بتبطي المفاجأة. اصلا مش صعب الواحد يعمل لك سيربريز، انت ما بتفكري الا ببطونك. انا بفكر ببطني. طيب اغنى، ما رح تخبريني؟ شو؟ شو بكي؟ وين رايحه؟ شو رح تعملي؟ ما اليوم ويك اند، ما خبرتيني منك ظاهره؟ لا انا اليوم كثير مشغوله، ما في اعمل شيء. ما اليوم نهار الجمعه وبيحق لنا نظهر من القصر. ايه بس انا مشغوله. بشو مشغوله؟ طيب خبريني. ما في خبرك، ما في شيء خاصه بالفاشن. طيب ما يمكن في ساعدك، قولي لي. بدي روح جيب غراض. يعني شي خاص بالفاشن شفتي؟ لا مش غراض هيك، بدي روح جيب اكل حتى احضر جاتو لتمارا وكلوي. هن جماعه الجاي رح يجوا وعبالي هيك اعمل لهم مفاجاه لحتى يجوا وينبسطوا فيها. فكره كثير حلوه وانا بساعدك. اوكي. بنحضر لهم جاتو وبنزينه بطريقه سبيسيال اغنالا وجيسيكا. وعشو بدنا نعمل الجاتو؟ بنعمل اتشب جاتو على الاورانج، وبنعمل معه كمان عصير برتقان لانه منيح للصحه وفيه فيتامين سي. يمي بلشت تشم الريحه. عن جد رح تساعديني جيسيكا؟ رح ساعدك، بس بتصور انه بدنا نشتغل شوي اكثر ونعمل دو جاتو، لانه بالويك اند انت رح تاكلي قبل ما يوصلوا لاول جاتو، هيك منأكد انه بس يجوا بيكون في واحد ثاني. معك حق، عن جد رح تساعديني. رح ساعدك، بس yes. قبل بدنا نشوف مين بعث لنا صوره. اوكي يلا. هيدي الصورة من لما مغبغب، عمرها 4 سنين، بتقول هاي لكل البرنسيس وبتحبنا كلنا. لما عم بتسوق سيارة بس بعدها كتير صغيرة، أكيد بس قعدت بسيارة تاخد الصورة لأنه كتير خطر إنه تسوقي وصغيرة هالقد. أكيد عم تنزح. مبروك، ربحتوا لعبة تقديمة أبو شبكة. ميني استوديو، ميني استوديو. جيسيكا حسيتها زعلانة. هلا هي منا كثير مبينه وما عم تبين عن حالها انها زعلانه، بس انا بعرف وحسيتها، حسيت بعيونها انها زعلانه. فيليب انا اكيد انها زعلانه لانها شفتها بالكوريدور وبينت كثير زعلانه. بس ليش؟ بعرف ليه، لانه شوفوني ما قدرت تهديها كادو لانه ما عم تعرف شو تهديه. شوفوني شيري هدية كادو لكل اللي عم يشغلوها، لكل البرنسيس لانه عم بيشغلوها، جاست صغير. ولجيسيكا ما هديتها؟ لا، وجيسيكا كثير زعلانه وهلا شفتها بالكوريدور مثل ما قلت لك، بس بسيطه لانه الهديه ما ضروري تكون شغله، فيها تكون معنويه. مزبوط فيها تكون معنويه، بعدين شوفوني شيري ما عملت عن قصد، بتكون نسيت، لانه اكيد عندها كثير زبونات وعندها كثير فساتين، نسيت. لا هي ما نسيت، هي ما عم تعرف شو بدها جيسيكا. يعني المفروض تكون شغله منيحه لانه عم تفكر لها كثير كلمه تشتري لها هديه. اكيد. طيب فرانسوا انا بدي ربح هديه اليوم لانطوني كاترا، لانه انطوني بعث لنا مساج. هاي من استوديو، انا اسمي انطوني كاترا من نيويورك، عمري 6 سنين وانا بحب كيكي كثير، وكمان بحب شوفوني وبرنسس جيسيكا. ها؟ هو بحب برنسس جيسيكا كثير. هيدي صورتي انا وخي ابراهيم وهو كمان بحبكم. رح نفرجي صورته لانطوني، هو وخيه ابراهيم، ورح نربحه هدية. مبروك هديتكم من ميني ستوديو، هي تقدمة بيير روجي، ساعة حلوة كتير بتلبسوها ودايما بتفكروا فينا.
اليوم بعد ما فتحنا صندوق بريد ميني ستوديو، وهيدي رسالة لليوم. هاي، أنا اسمي كريستينا حداد حداد، عمري 12 سنة، بحب كتير الرقص وبحب كتير كارين، وبحب إجي لعندكن وأرقص معكن. أهلا وسهلا بكريستينا، وثاقبت هلأ كريستينا أنه نحنا رح نرقص مع كارين، فإذا جهزي حالك أنت وكل أصحابنا اللي بحبوا الرقص تنرقص سوا ونتعلم آخر الرقصة. هاي، اليوم آخر نهار من الجامعة، واليوم رح نخلص الرقصة. رح نبلش بركض، نرجع رح ننط ونفتح ايدينا، هلا رح نبرم، نرجع رح نروح على اليمين ونعمل حالنا كأنه عم نسمع شيء، نرجع على الشمال، بعد مرة على اليمين واخر مرة على الشمال. باي. I'm gonna catch you, you better run. I'm gonna catch you, here I come. So I jumped into Monday and I had an ice cream sundae. But then I turned around and I heard a sound. It said, I'm gonna catch you, you better run. I'm gonna catch you, here I come. So I jumped into Tuesday, had myself a snooze day. But then I turned around and I heard a sound. It said, I'm gonna catch you, you better run. I'm gonna catch you, here I come. So I jumped into Wednesday, had a make new friends day. But then I turned around and I heard a sound. It said, I'm gonna catch you, you better run. I'm gonna catch you, here I come. So I jumped into Thursday, had myself a nurse day. Say ah, ah, say ah, ah, say ah. But then I turned around and I heard a sound. It said, I'm gonna catch you, you better run. I'm gonna catch you, here I come. And I jumped into Friday, had myself a shy day. Brian, get up on that stage. But then I turned around and I heard a sound. It said, I'm gonna catch you, you better run. I'm gonna catch you, here I come. So I jumped into Saturday and I had a baseball batter day. She steps up to the plate, she swings and crack. Home run! But then I turned around and I heard a sound. Said, I'm gonna catch you, you better run. I'm gonna catch you, here I come. So I jumped into Sunday, I had a super fun day. But then I turned around and I heard a sound. It said, I'm gonna catch you, you better run. I'm gonna catch you, here I come. I gotcha. في حلقة اليوم وعدونا البرنسيس انه رح يحضروا كون وننام كلنا سوا بالخيمه ونعمل فودو كون ونغني على الجيتار عشيه. حلو كتير هالشي. اذا بتحبوا انتو كمان تجوا وتشتركوا بكل نشاطات ميني ستوديو وتعرفوا وين نحن موجودين، ما لكم الا تفوتوا على فيسبوك بيج تبع ميني ستوديو تحطوا لنا لايك، وكمان تبعتوا لنا رسائلكم، صوركم، رسماتكم، كل شيء بتحبوا، وكل هالشي رح يمرق بميني ستوديو وتربحوا معنا هدايا. وهلا شو رايكم اذا منروح نغني غنيه او لا؟ ما بدكم تغنوا؟ طيب اوكي، رح نعمل شيء مهضوم كتير مع تاكاتاك، رح نعمل ترمومتر، هيك لما نكون بالفودوكان بنقدر نعرف قد الحراره. يلا ليتس ريمبر، وبعدين بنقول لكم باي وبنشوفكم بكره. شو هن العوامل اللي بيعدوا لنا اياها ليقولوا لنا كيف رح يكون الطقس ثاني يوم؟ بتعرفي هاو العوامل انا وين بسمعون؟ بسمعون كل ليله بنشره الاخبار، بيعدوا لنا تنعرف شو حرارة، شو معدل الحرارة، الرطوبة، حرارة المي، الضغط الجوي والغيوم. ها، فإذا رح ننتبه لهم كتير منيح كل يوم وهيك منتعلم إشياء جديدة. تاكا تاك، رح تعملنا ترمومتر كبير هالترمومتر تنشوف حرارة الجو مش حرارة جسمنا. Thank you.
سكتك قد الحرارة عندك؟ 42 يعني كتير كتير شوف. Mini studio. Mini studio.